رجعنا لكم تاني، اهلا بيكم. نشوف بيضة البط، اخبار بيضة البط ايه. نسحب الكرتونة كده في النور علشان نشوف. بسم الله ما شاء الله، فقست البطة، الحمامة طلعت بط. احنا طبعا صورنا بالنهار ورشينا مية، لكن احنا دلوقتي بالليل. هي فقست لكن لسه طرية، لسه مبلولة ايه البطة. بسم الله ما شاء الله. دي البطة وده قشرها. طبعا مش هنشيلها دلوقتي، لكن هنسيبها لبكرة على بال ما شعرها ده يجف. طبعا هي لازم تتشال عشان هي تبقى عايزة تاكل، لكن لازم تجف الاول. الام تدفيها، الحمامة تدفيها لحد ما تجف، وان شاء الله بكرة الصبح نشيلها ونحطها في كرتونة نربيها، يعني زي ما نربيها بأي طريقة. واقول لكم هنعمل ايه مع الحمامة. الحمامة عايزة تأكلها، مفكرة انها بنتها. شوف ازاي عايزة تزغطها الحمامة، عايزة تزغطها. شفت حنية الحمام الزجل، تفتح لها بقها ازاي، عايزة تأكلها. لكن طبعا البطة مش بتاكل، البط بيأكل نفسه ومش حدش بيأكله، هي عايزة تزغط. Thank you.